الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. من الآيات التي تليت في الصلاة تمهيد الكون جماد، هذه الطاولة لها طول ولها عرض ولها ارتفاع ولها وزن ولها حجم، هذا الجماد. أما النبات يزيد عليه بالنمو، وأما الحيوان يزيد عليه ما بالحركة، الجرى تمشي، وأما الإنسان له من الجماد وزن حجم طول عرض ارتفاع، له من النبات النمو، كان طفل صغير صار 180 طن، له من بقية المخلوقات الحركة. بماذا فضل الإنسان؟ الإنسان انفرد بقوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم، فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أخواني الكرام، للتقريب، مرة كنت في بلد بعيد بعيد جدا، أحد الإخوة الكرام دعاني إلى زيارة معمل السيارات الأول في العالم، بقيت فيه 7 ساعات. لفت نظري المرافق والمترجم، قال لي هي السيارة فيها 300,000 قطعة، 300,000، أما أنا كراكب سيارة في غلاف معدني جايزوري، في محرك، في عجلات، في مقاعد، في مكبح، في مقاعد، 7 أشياء، وين بقى 300,000؟ أنا ضربت هذا المثل تمهيدا لحقيقة. كم عالم في بالأرض من عهد رسول الله حتى الآن؟ كم معهد؟ كم جامع؟ كم كتاب تفسير؟ بمئات الألوف. هل بالإمكان أن نضغط هذا الكم اللامتناهي بكليات؟ ممكن. أول كلية العقيدة، التصور، الإيديولوجيا، المنطلق النظري، الفهم، أسماء متنوعة لمسمى واحد. الجانب العقدي، أنت حببت درس علم، عرفت من هو الإنسان، لماذا هو في الدنيا، ما سر وجوده في الدنيا، ما الآخرة، هل آمنت بها إيمانا يقينيا؟ هنا المشكلة. فلا بد من طلب العلم، فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا.
أين التقليد؟ حتى تقدر تكتب جلد اسمك بال، بال نقطة، يعني دكتور 23 سنة دراسة عشان بال. ومن أجل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا بد من طلب العلم، لا من أجل شيء إلا من أجل أن تحقق وجودك. من دون علم جماد، نبات، كائن متحرك. أما أنت كإنسان أنت المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. بعد إنه كان ظلوما جهولا تقرأ استفهاما، يعني كان غلطان، يعني أب عنده 10 أولاد وملياردير، قال أي واحد منكم له بيت ومركبة وزواج ومعه شهري 1000 دينار لكل واحد، إلا إن جاء أحدكم بدكتوراه من أمريكا مثلا أعطيه نصف أملاكي، وإن لم يأتي بهذه الشهادة أجعله يتسول في الطريق. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان، دون أحقر حيوان. ما في حل وسط. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فأنا الآن دخلت بموضوع دقيق، هل للدين كليات كبيرة؟ نعم. أول كلية الفكر، التصور، الإيديولوجيا، المنطلقات النظرية، الفهم، هذا يحتاج إلى طلب علم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا. ما بليق فيك إلا أن تطلب العلم. فإن لم تفعل استمع إلى القرآن الكريم. أول صفة أموات غير أحياء. شو حي؟ النبض 80، الضغط 12. مثالي مع الله ميت، ما دمت لم تعرفه، ما عرفت حكمة وجودك في الدنيا، ما آمنت بالدار الآخرة، ما سعيت إلى دخول الجنة، أموات غير أحياء. أول صفة. الصفة الثانية كأنه خشب مسندة، أموات غير أحياء، خشب مسندة، إن هم إلا كالأنعام، دواب، كمثل الحمار يحمل أسفاره، كله قرآن. يعني أنت إن عزفت عن طلب العلم وانغمست في الشهوات، الآن شوفي في أرض فيها شبهات وشهوات، شبهات شكوك بكل شيء، الآن في موجة شك بالقرآن، بالقرآن، بالسنة، شك وشهوة، ماذا في السماء؟ مبادئ وقيم. الأرض في وحي الأرض وفي وحي السماء. وحي الأرض بالفكر شبهات، بالحركة شهوات. وحي السماء مبادئ وقيم. إن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء،
وأنا أحب إليك من كل شيء. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسبت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصبر قتله وأصعب من قتل الفتى يماجينا. إذا لا بد من طلب العلم، إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، إن أردت الآخرة فعليك بالعلم، إن أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله. لكن قد يغيب عنكم أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. ما هذا الكلام؟ طبعا في حدود ما تعلم ومع من تعرف. سمعت الدرس، انقل بعض ما فيه إلى زوجتك، داعية، هي الدعوة فرض عين على كل مسلم، لكن في حدود ما تعلم ومع من تعرف. قاعد مع صديقك قل له والله اسمعنا اليوم شرح آية جيدة جدا، فالدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. أما التفرغ للدعوة والتعمق والتبحر والتذكر إذا قام بها البعض سقط عن الكل، لقوله تعالى: ولتكن منكم من التبعين أمة يدعون إلى الخير. فالدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. لما كل إنسان سمع قصة أو حديث أو شرح آية نقل إلى زوجته إلى أولاده إلى جيرانه بسهرة بلقاء بمأدبة بطعام برحلة بنزهة، الحق توسعت دوائره وضيقت على دوائر الباطل. دائما وأبدا في عنا إن الله واجب الوجود، واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود. ما معنى ممكن الوجود؟ الله هو واجب الوجود، ما سواه كل شيء دونه الكون. ممكن الوجود، ممكن أن يكون أو أن لا يكون، أي معنى ممكن؟ أو أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. ألم يكن من الممكن أن يكون الكفار في كوكب آخر بالبرنيف مثلا؟ ممكن. ألا يمكن أن يكون الكفار في قارة خاصة بهم؟ ممكن. أو في حقبة خاصة؟ ممكن. ولكن شاءت حكمة الله أن نكون معا على أرض واحدة وفي زمن واحد وفي ظروف واحدة، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. الآن الحركة، المنطلق النظري، الإيديولوجيا، الفهم، التصور، العقيدة، أسماء لمسمى واحد، الجانب العقدي في الإنسان، فلا بد من طلب العلم. الشيء الثاني الحركة، أنت بحاجة إلى الطعام والشراب، وبحاجة إلى ثمن الطعام والشراب. الذي الله وصف الأنبياء بأنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام ومفتقرون إلى ثمن الطعام. هذا الإنسان. فالآن الحاجة لا بد من أن تعمل، أنت بحاجة إلى الطعام والشراب والمنزل والبيت والزواج إلى آخره.
فلا بد من أن تتحرك وفق حاجاتك الأساسية. الحاجة الأولى الحاجة للطعام والشراب، لكن في حاجة ثانية بعد ما كبرت وأخذت ليسانس أو دبلوم أو شهادة عليا وقدرت أتأمن عمل معقول دخله معقول واستأجرت بيت، الحاجة إلى ماذا؟ إلى الزواج. والشاكة المؤمنة تنتظر من يخطبها. الحاجة الثانية لبقاء النوع، الطعام والشراب لبقاء الفرد، والزواج لطلب النوع. بعدما أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت عندك حاجة ثالثة اسمها بقاء الذكر، التفوق. كن أول طبيب، أول محامي، أول مهندس، أول داعية للتفوق. الحاجات الثلاث بكل تفاصيلها محققة في هذا الدين بشكل مذهل. الحاجات كلها. إذا هذا الدين فيه فهم، إيديولوجيا، عقيدة، أسماء متنوعة لمسمى واحد، وفي حركة. الحركة بحث عن الطعام والشراب، ثم بحث عن الزواج، ثم بحث عن التفوق. والحاجات الثلاثة بالتمام والكمال تحقق في هذا الدين. في الآن حاجة إلى السعادة، والكلام دقيق. في عنا شيء اسمه لذة وعنا شيء اسمه سعادة. اللذة حسية، طعام طيب، بيت واسع، مركبة طبيعة، بيت بالمدينة، بيت بالجبل، بيت على البحر، دخل كبير، أي لذة. تحتاج إلى مال وإلى صحة وإلى وقت. ولحكمة بالغة 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 دائما ناقصك وحده. في البداية صحة فيه، وقت فيه، مال ما فيش، مال فيش، مال الوسط مال فيه، صحة فيه، وقت مال فيه. قال لي واحد صاحب معنى، قال لي والله 36 سنة ما طلعت نزهة، عنده معمل ما قدر. بعد ما كبر وسلم ابنه المعمل صار في وقت وفي مال ما في صحة. أما السعادة لمجرد أن تنعقد لك مع الله صلة، ولا تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، هناك مشكلة كبيرة. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذبت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصبر قتله وأصعب من قتل الفتى يوم أجرنا. صار في عنا إيديولوجيا، فهم، عقيدة، في عنا حركة، استقامة وعمل صالح. استقامة سلبية، أنا ما أكلت مال حرام، ممتاز، أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، تمام. أما هلا الثمرة، أقم الصلاة لذكري، ثمرة، أقم الصلاة لذكري. فإذا صليت ذكرت الله، أديت ما عليك من حق الأولية لله. أما إذا ذكرك الله، دقيق بالآية، فاذكروني أذكركم. إن ذكرك الله منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. ذاقها النبي في الغار
وذاقها إبراهيم في النار، وذاقها يونس في بطن الحوت. أي السفينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. منحك التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. منحك الحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله أيها الإخوة، في بالدين حقائق، وفي بالدين مشاعر، في بالدين توفيقات لا يعلمها إلا الله. ملخص ملخص الملخص، يجب أن تقول بعد أن عرفت الله معرفة معتدلة: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. هذا ملخص الملخص. حفظ الله لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم، آخر وحدة أهم وحدة، واستقرار بلادكم. هذه نعمة لا تعرف إلا إذا فقدت. أنتم آمنون في بلدكم، يعني في بلد الطيب جد إيجابيات قد يغفل عنها أبناء الأردن. أول إيجابية في هذا البلد، التدين ليس تهمة تحاسب عليه. أنتم ما عندكم ضبطة متلبسة بالصلاة. والشيء الثاني، الشعب أطياف، ما في بين طيفين أحقاد تاريخية تقتضي القتل، وفي حكومة قوية تحاسب وتعاقب. هذه نعم نسيت، أما هي موجودة. فالبطولة أن تشكر النعم التي ذكرها الله عز وجل، نعمة الأمن والأمان، والحمد لله رب العالمين.